الرياضية والتراثية. شكرا لمخرجنا المميز أسامة الهواري على هذا الإخراج الجميل واللقطات الرائعة التي تأتي من كل زاوية واتجاه. إذا يسير شوطنا الرابع بحفظ من الله وتوفيقه. حمل تحديات الجعدان المهجنات إلى صايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين والمتابعين الذين هنا يشاركون في أرض هذا الميدان عاصمة الميادين، ميدان الوثبة الذي دائما يرحب بجميع الحاضرين من شتى ميادين دول مجلس التعاون. إذا مباشرة إلى المركز الأول، إلى عزام الذي بدأ على الصدارة وتقدم في المركز الأول. أحمد بن محمد بن حارب الدرعي يأتي على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني مرسال وصل في هذه اللحظات لمبارك بن محمد بن سالم بن عنوده العامري. ثالث المراكز بطاش علي بن خليفة بن رشيد السويدي من بدأ بالتجاوز وتقدم على رأس حربة هذا الشوط. المركز الرابع جلمود على رابع المراكز لخلفان بن محسن بن حميد المزروعي، وخامس المراكز من بدأ هنا في هذه اللحظات الجميلة. بدأ هناك رستم لعبيد بن أحمد الحوتة العامري يتقدم مع هذا الاسم الجميل، بينما المركز السادس سادس المراكز شاهين عبد الله بن راشد بن محمد الزقيب المري يصل في هذه اللحظات ويتقدم. مرحبا بجميع الأشقاء المتابعين والمشاركين على أرضية هذا الميدان. إذا المركز السابع وصلنا، ننتقل إلى المركز الثامن لنجد هناك الوصول من مقادر. مقادر سعيد بن سالم بن رصاص العامري يصل في هذه اللحظات ثامن المراكز. هناك الحنيش مهدي بن علي بن محمد الربيعي الواصل بالأداء الجميل والتقدم. بدأ من تاسع المراكز نجران بدأ بالانطلاق راشد بن سيف بن ريو المنصوري. والمركز العاشر هناك رعد لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. 10 من الأسماء الأولى المتقدمة على أرضية هذا الميدان وفي هذا الشوط. ولكن العودة إلى العودة إلى بطاش، إلى شعار بن رشيد، إلى المتقدم، إلى المسيطر حتى هذه اللحظات الجميلة. المتقدم بهذه الانطلاقات الرائعة والممتازة هناك على المركز الأول مع بطاش علي بن خليفة بن رشيد السويدي. يبدأ هناك مع انطلاقات آمال جميرة وانطلاقاتها الجميلة. ياما هناك انطلق في هذا المركز الجميل، ياما حصد على الأشواط الرئيسية. يأتي مع المركز الأول ويتقدم بهذا الحضور الجميل، بينما المركز الثاني وصول وانطلاق هناك من منبه وصل في هذه اللحظات. عبد الله بن سعيد بن ناصر بن مشيط المري يصل مع منبه اللي بدأ على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك انطلق مرسال مبارك بن محمد بن عنودة العامري يصلنا على المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز مع شاهين عبد الله بن راشد بن محمد زقيبة المري يتقدم. ولكن بدأ الانطلاق، بدأ التحدي، بدأ هنا نجران يصل في هذه اللحظات. راشد بن سيف بن ريو المنصوري متحركا بالأمال والطموحات الكبيرة والجميلة. بدينا هنا دخولنا في المنعطف الأخير مع بداية هذا المنعطف الجميل مع انطلاقات هذا المسار الرائع والجميل بهذه اللقطة الرائعة كما تشاهدون عبر قناة ياس الرياضية. تأتي هذه الانطلاقات وتتقدم أيضا بطاش مسيطرا حتى هذه اللحظات. بطاش على الصدارة والمقدمة، هنا علي بن خليفة بن رشيد السويدي، ولكن بدأ على المركز الثاني في هذه اللحظات وتقدم. منبه عبد الله بن سعيد بن ناصر بن مشيط
الفريق مع بداية الكيلو المتر الأخير. ثالث المراكز همام وصل همام في هذه اللحظات. أين الزيرة يا همام؟ وصل لنايف بن علي بن عوض البريس المري يتحرك في هذه اللحظات، يتقدم على المرتبة الثالثة. رابع المراكز هناك النادر لسعيد بن سليم بالأسود العامري. بدأ الصراع، بدأ النزاع، بدأ الانطلاق، بدأت القوة الكبيرة. ولكن الله الله منبه 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 على الصدارة والمركز الأول. عبد الله بن سعيد بن ناصر بن مشيط المري، ما شاء الله تبارك الرحمن، بدأ بالانطلاق الكبير والانطلاق المثير. تحرك النادر سعيد بن سليم بن سالم بالأسود العامري يأتي مع المركز الثاني، ولكن بن مشيط راح مع المركز الأول، راح مع الصدارة ومقدمة هذا الانطلاق الجميل. هناك في هذا الانطلاق قبل اسبوعين محصل نقطة هناك في شارة خليفة، ياتي هناك مع هذا الانطلاق الجميل والمسار الجميل. تهانينا والناموس بينما المركز الثاني النادر لسعيد بن سليم بالاسود العامري ثالث المراكز. هناك وصل في بطاش علي بن خليفة بن رشيد السويدي رابع المراكز. وصل هناك همام نايف بن علي بن عوض البريسي البري خامس المراكز. هناك وصل في القشمري المبارك بن محمد بن نصرة العمري من وصل على المركز الخامس. إذا ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا شاهدنا هذا الانطلاق الجميل. هناك مع منبه لعبد الله بن سعيد بن ناصر بن مشيط المري. تهانينا والناموس صاحب نقطه ذهبيه باشاره سيدي صاحب السمو رئيس الدوله. قبل اسبوعين ياتي ايضا ويكرر الانجاز، 7:41 وجزئين من الثانيه. تهانينا على هذا الفوز والانتصار والتوقيت الافضل. ما شاء الله تبارك الرحمن، توقيت مميز ياتي بالتوقيت الافضل في صباحيه هذا اليوم. المركز الثاني 7:42:03 من الثانيه كان انطلاق النادي لسعيد بن سليم بن سالم بالاسود العامري من اتى بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث وصول جميل مبطاش 7:43:09 من الثانيه كان توقيت بطاش علي بن خليفه بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس.